ظاهره التنمر كنا بالابتدائيه اني وثلاثه من اصدقائي، كنا اي واحد يجينا طالب نقل نبسطه. ممكن تكون انه طفل يتعامل بقسوه، ممكن تكون شاهد برامج معينه مو حلوه، شاف احد وتاثر بيه. انتشر بالمدارس هوايه وبالجامعات خاصه، وعندنا احنا بالشوارع عامه اكثر شيء يعني نشوفها. وصارت وياي اني شخصيا قاعده اني ومجموعه من صديقاتي وما اعرفها للبنيه، اخذت تليفوني فتحت غراضي كيفها. ناخذ مثلا المساحه، القلم، الاكل مالته اللي يجيبه وياه، بحيث يبقى خايف طول الفتره منا لمن يتعود ويعرفنا احنا حتى ينظم تحت القياده. جم جماعه كذا شخص وحاول ياخذون شيء من عندي، ما اخذوا برضاتي طبعا، فكنا مر عليه شلون التموا عليه كذا وخذوه. هاي الظاهره انا كنت ابن معلمه يقعد بالاداره ومعزز مكرم، يعني ماكو سلطه تسيطر عليه حتى يخاف، فصارت عنده هاي الظاهره. انا عن نفسي ما تعرضت لها. سبب هذا الشيء ان المجتمع او البيئه او الاسره اللي هو بيها. يعني الحل انه يتابعون الطفل من هو صغير. دور المدرسه اهم شيء طبعا، اهم شيء. يعني المفروض على اداره المدرسه تلزم الموضوع بجديه، يعني من خلال فرض العقوبه على الطالب اللي يسوي هذه الظاهره. لازم اهله يوجهوه من هو صغير، ويحاولون يعالجون هاي الظاهره بحب اكثر مو انه بقسوه. الشخص الضحيه ننصحه باقدر شيء انه يبتعد من الشخص اللي يسوي بها الشغلات يعني.